نبدي بثنا بالصلاة على محمد وآل محمد. بث اليوم خاص فقط للكوزمتيك لأن صارنا يومين نتأخر بالبث. أهلا وسهلا بكم قسم الكوزمتيك في البيت الصيني بغداد جديدة خلف المسبح مقابل الطاقة. وصلتنا بضاعة كلش حلوة، هدايا عيد الأم أيضا كلش حلوة. أهلا وسهلا بكم. تفتيحتنا يومية من 10 الصبح للتسعة بالليل، ما عدا يوم الجمعة من 3 الظهر للتسعة بالليل. أسعارنا جملة أسعار حلوة، منتجات أصلية، مستعدين نجهز جملة مفرد أيضا تجهيز عراس. إيش وقت ما تجون أهلا وسهلا بكم، والكادر كله بخدمتكم. نبدي البث مثل ما تشوفون أنواع حمر، أنواع تنت، مرطبات الشفة، مقشر شفة، كل شيء متوفر. التنت اللي وصلتوا عليه أيضا وصل، سعره 1500. أنواع الباليتات وصلت 1500، 2500، و4500. أكبر علبة عندنا ب4500 تشمل كل الألوان، ترابي، اللي شفافة، فواتح، الترتر كله متوفر بي. أنواع ب10000 دينار يجي هو بالعلبة مالته، أيضا هدية كلش حلوة إذا تبين توديها هدية. عندنا هاي ب3500، وعندنا الفرج هذه سعرها 5000 دينار، هم بيها ألوان. هذا المجموعة كلها بيها ألوان كلش حلوة، قلت لكم ب10000 تصير على مرز التواليت، هديتها كلش حلوة. أنواع الباليتات أيضا كل الألوان متوفرة، تاتو الحاجب مثل ما تشوفون بيه 6 ألوان و6 درجات، بجوزي، بالقهوائي، بالفاحم، بأسود، كلش حلو. نرجع نراويكم وصلتنا شاورات كلش حلوة. عندنا العلبة كبيرة سعرها 6000 دينار، العطر ما أسولف لكم عنه كلش طيب. عندنا وصلنا شامبو تيرسمي، شامبو البثوم اللي سبق وشرحنا عنه وخصت عندنا كمية ورجعنا كررناها، الشامبو الطبي سعره 4500 تيرسمي، الماجستيك أيضا 4500، وهذا 4500. شوفوا بنات بثوم أيضا 4500. هنا عندنا ب3500 الطبي مثل ما قلت لكم، شامبو والمكيف ب3500، الشاور جل أيضا سعره 4000 دينار. والشاور طبعا هاي العلبة كبيرة كلش كبيرة، العلبة الصغيرة مالته سعره 3000 دينار. العطر مثل ما قلت لكم ما أسولف لكم عنه كلش طيب. أنواع صبغ الشعر بديل الزيت وزيت الحية أيضا رجعنا كررنا. وياكم البث لأن هناك انقطع عندنا الصوت. حبايب شوفوا لنا اكو صوت بالبث حتى نكمل. اي اكو مثل ما قلت لكم بنات رجعنا كررنا سيروم والشامبو والمكيف الميرامو، العفو موريمو، معالج وشامبو وسيروم، معالج وشامبو وسيروم، ثلاث نوعيات بي ب10000 دينار، سعره 10000 دينار. ايضا وصلنا واقي شمس سعره 2500. وصلنا مرطب ايد فيتامين سي فيتامين اي وسعره 2000 دينار. هناك انواع الغسول وصلتنا بنات، انواع الغسول بجل الصبار بالشاي الاخضر ايضا وصلتنا، عرض خاص سعره 5000 دينار بالالوفيرا،
غسول بالالوفيرا. طبعا جايكم هسه الصيف وحرارة الصيف وحرقة الوجه، غسولة موجود بالكولاجين، كل انواع الغسول موجود عندنا. ايضا ما ننسى العناية بالمناطق الحساسة، ايضا متوفرة من معقم، من مطهر، من مضيق، ايضا متوفر الاصبع المضيق، ايضا متوفر عندنا مجموعة بيبي باودر كاملة. تقدرين انت هدية جايش عيد الام تسوين باكج كامل من بيبي باودر، يشمل مبيض، يشمل مورد، يشمل عناية بالقدم، يشمل عناية بالبشرة، مسك الطهارة للمناطق الحساسة، ايضا غسول ومطهر للمناطق الحساسة. كل شيء متوفر من ماركة بيبي باودر. ايضا سيروم غسول للبشرة سيرافي بنات، ماركة امريكي طبي بالسوق، ناخذه ب 15 وب 20 وصل لل 35,000. طبعا هو لان ماركة هيك صعده وسعره، هو مو سعره عندنا 7,500، 7,500 مثل ما تشوفون بنات. طبعا جبناه قبل فترة واستخدموه البنات ورجعوا اخذوه من عنده، واليوم رجعنا كررنا سعره 7,500 السيرافي الاصلي. ايضا كررنا انواع مقشرات البشرة والسكراب 2,500 و3,500، كل شيء متوفر عندنا. ايضا سكراب البيبي باودر ينطي تقشير للبشرة ومورد من نوبي، يجي وياها الفرشة مالته مثل ما تشوفون، وسعره 4,000 دينار. منفخ عسل العروسة وتسمين وتبييض البشرة ايضا توفر عندنا، سعره 4,500. طبعا هواي اخذوه بنات بس ما ينطش النتيجة بسرعة، ورا شهر تقريبا اقل شهر يلا يبين عليك الفرق. سيروم اكسير الذهب ايضا وفرناه وسعره 1,500، سعره 1,500. بعد شنو جانا اللي ويا الكبسولة؟ سيروم ارجسوس ايضا متوفر، هو والصابونة مالته. السيروم 4,500 والصابونة 2,000 دينار. انواع خلطات الوجه رجعنا نتكرر وسعرها 5,000 دينار، واكو 4,000 واكو 1,500. ورجعنا كررنا جل الصبار، طبعا جل الصبار عندنا علبة كبيرة سعرها 2,500 والعلبة الصغيرة سعرها 1,500. طبعا هذا مو بس الايدين، الجسم، الشعر ينطيش رطوبة كلش حلوة. ايضا سيرامات الشعر الانزو سعره 4,000 دينار. وبعد شنو عندنا؟ بزيت الحية سيروم الاملا، اي املا سيروم الشعر ورا السبح، هذا يصير ورا السبح من املا، سعره 3,500. طبعا خفيف على الشعر، كل شيء يغلف الشعره وحتى ما تاثر بالتراب بحراره الصيف بالمي، كلش حلو. وايضا سيروم مغذي بخلاصه الالوفيرا سعره 3,500. انواع السيرومات بنات مثل ما تشوفون انواع السيرومات وصلتنا. ايضا المبيض الفوري ايضا توفر عندنا. بعد عندنا اليوم البارحه وصلنا، او اليوم وصلنا اساس طبي مغذيه للبشره باكج كامل كلش حلو وسعره بعد احلى 5,000 دينار، سعره 5,000 دينار. ايضا وصلنا هوايه اساسات مثل ما تشوفون، كل بشره والاساس اللي يوالي، بس اغلب الاساسات اللي جبناها منها وبها مغذي للبشره. ايضا تي تي اكس ما ننسى ايضا متوفر سعره 5,000 دينار. وصلتنا ماسكارات بانواعها، لاينر بانواعه، الفتمي بالوانها، الفريدي، كل ماسكارات متوفره، والاسعار تبدي من 1,500 ل 3,500. ايضا مزيل مكياج بانواعه مثل ما قلتلكم، تقدرون تسوون باكج كامل من بيبي باودر، ايضا بمزيل مكياج كلش حلو يصير، احلى هديه ترها بعيد الام. انواع العدسات ومي العدسات متوفر، التاتو والوشم متوفر،
انواع البودرات متوفره، انواع اللاينرات متوفره، صابون بانواعه. رجعنا كررنا صابون الكبسوله ايضا مثل ما تشوفون. انواع الواكس ايضا توفر، اقنعه للبشره سعر 500 دينار كلش حلو، يمضي انتعاش البشره، زاد الجلد الميت والتراب اللي على الوجه. ايضا انواع المعطرات المزيل التعرف سعره 2500، سعره 2500 عندنا على 1000 دينار نسائي رجالي. ايضا وفرنا سبلاش كلش حلو للجسم منه وبي اكو لمعه سعره 5000 دينار العلبه كبيره، اقتصاديه كلش حلوه سعره 5000. ما صرف لكم على العطر، تجون وتشمون بنفسكم. انواع السبلاشات، انواع المعطرات 3500 2500 يوصل لل1000. انواع مسك الطهاره، انواع المعطرات قلت لكم وصلتنا بكجات كلش حلوه. هاي الاسعار تلقوها فقط عند البيت الصيني ببغداد جديده خلف المسبح مقابل الطاقه. انواع مثل ما تشوفون، سوري انواع عندكم تبدي من 2500 3500 حد 7000. ايضا نكهات ازاله الشعر، ايضا تلقون احلى هديه عروس وهديه عيد الام. مكاين ازاله الشعر وكل ماكينه او الها سعرها تبدي من 10000 لحد 18000. انواع اصبغ الاظافر ايضا متوفر والسعر 1000 دينار واكو 500 دينار. المعطرات ايضا موجوده الميني مالته 1500، معطرات الميني بيها 1500. المنقط، الملقط الحاجي السانتي، الحافظه وصلتنا حافظه الكواتر صغيره كلش حلوه كلش حلوه، حافظه مكياج تقدرين تاخذيها وين ما تردين وسعرها 1000 دينار بس. هواي بضاعه وصلتنا، احنا الوقت شويه يداهمنا بس حبينا انوه لكم على البضاعه اللي وصلت. العطور تبدي عندنا بخمسه، عندنا بسته، عندنا بعشره، وعندنا ب 11 حدها لل 11. يعني قلت لكم احلى هديه تاخذوها ب 11 و10000 دينار. نذكركم بالعنوان، بغداد جديده خلف المسبح مقابل الطاقه، يوميا ينفتح من 10 الصبح لل 9 بالليل ما عدا يوم الجمعه، من 3 الظهر لل 9 بالليل. قسم الكوزمتك ببغداد جديده البيت الصيني تابع للبيت